أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أود اليوم أن أكشف لكم حكمة يعني برقية بالفاتحة الكتاب بأم الكتاب وبالعددها خاص لكل داء ولكل سقم ولكل هم ولكل مشكلة ولكل حاجة يعني يريدها الإنسان عند الله ويطلبها من الله عز وجل. أم الكتاب قال عليها النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي شفاء لكل داء، وقال صلى الله عليه وسلم الفاتحة الكتاب هي يعني الرقية الكاملة. أم الكتاب هي الرقية الكاملة. ويعني قال يعني الإمام والعالم العظيم يعني وتلميذ كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا ابن القيم الجوزية في كتابه المشهور مدارج السالكين، في هذا الكتاب يتكلم على تجربته الخاصة بسورة الفاتحة لداء أصابه، فيقول في مدارج السالكين كنت أقرأ على ماء زمزم يعني بعدد معين سورة الفاتحة على ذلك الماء ثم أمسح به على يعني وجعي على الألم الذي كان بي. قال فكان يخرج من ذلك المكان كالحصى يعني كشغل الرحبة ترمل، يخرج من بدنه ببركة والشفاء التي تحمله سورة الفاتحة. ويقول يعني أيضا هو ثاني يعني ابن القيم الجوزية يعني فاتحة الكتاب شفاء من كل داء للأمراض يعني الروحية يعني أمراض القلب وأمراض البدنية. فلأمراض القلب يعني مثل النفاق مثل هذيك يعني الدفع هذاك يعني ولا العزيمات للذنوب للسيئات لعمل الشر، كل هذا بالفاتحة الإنسان يطهر ويزكي نفسه وينتصر على هذا الدفاع الداخلي من نفسه لفعل الشر وللذنوب وللسيئات إلى آخره. وللمرض يعني البدني فهي كما جربها هو يعني رضي الله عنه ورحمه الله، فكانت يعني تخرج من البدني كالرمل حبة الحصى من فوق يخرج يعني بعد ما يعني أثرت في المرض يعني حرقت المرض ثم أخرجت المرض من البدن. وهي معروفة لأن حتى للجانب الروحي كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعالج المجنون بسورة الفاتحة، يقرأ عليه الفاتحة فيستيقظ ويفيق يعني ذلك المجنون، واستعملت لإبطال السحر. وكان الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه يعالج بها المجنون والمسحور والمعيون إلى آخره. فمدام على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد قال أم الكتاب شفاء لكل داء، يعني داء سواء كان بدني عضوي أو روحاني أو نفساني أو مرض من أمراض القلب. ولكن يعني قبل ما ندخل في هذا يعني التفسير هذا يعني الحكمة العظيمة الشاملة، أذكركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم ما كان جالسا مع أصحابه وكان حاضرا سيدنا جبريل عليه السلام، فسمعوا صوت عظيم في السماء كأنها باب يعني عظيمة تفتح في السماء، كالباب اللي كنفتحوها كتكون يعني باب كبيرة جدا ونفتحوها في هذه الدنيا نسمعوا ذاك الصوت، كذلك سمعوا ذاك الصوت ولكن في السماء. فقالوا له يا رسول الله ما هذا الصوت؟
قال لهم هذا باب فتح اليوم لم يفتح من قبل لسورة الفاتحة. سبحان الله، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهذا الباب فتح لخاصة سورة الفاتحة ويعني بركتها ونورها ومفاتيحها وفضلها وسرها العظيم عند الله. وفي الحديث المشهور لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل من فوق العرش يعني حمدني عبدي، ثم عندما يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، ثم عندما يقول العبد مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، ثم عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في الحقيقة في أنا بغيت نذكر غير هذا الثلاث أحاديث، فتحت الكتاب شفاء من كل داء، يعني فتحت باب في السماء لم تفتح من قبل سورة الفاتحة لقارئها. وفي هذا الحديث عندما يصل الإنسان في هذه الآية الرابعة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين الله عز وجل يستجيب ويقول هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل. سبحان الله، انظروا يعني في الحقيقة مع الشيخ في هذه الأحاديث، يعني الناس غافلة، المسلمين يصلون ويزكون ولكن غافلة عن المعاني، عن روح المعاني، عن روح الآيات، روح الأحاديث النبوية الشريفة، يعني المعنى الغامق. لأن الإنسان يمكن يكون ذكيا ويفكر قليلا، عندما يعني في هذا الحديث يقول عندما العبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين يتوقف، في هذا الحديث الله يعني يجيب ذلك الداعي هذا بيني وبين عبدي ثم ولعبدي ما سأل، يعني لو كان ذكيا يتوقف هنا ويسأل ربه لحاجته، لأنه وعد ربنا وعدنا أنه يعني لعبدي ما سأل، يعني إذا سألني أعطيته. وما دام الفاتحة فتحت لها باب السماء، باب خاصة عظيمة يعرج فيها الدعاء ويصل إلى باب الله عز وجل تحت العرش، يعني هذا ثاني حديث عظيم. والشفاء من كل داء، يعني الدعاء داء روحاني، يعني سحر حسد مس من الشيطان، داء في القلب يعني مثل يعني النفاق ولا التكبر ولا البغي ولا يعني الحسد الى اخره، مرض القلوب او مرض اخر، يعني الميل الى الشهوات، ميل الى الزنا، ميل الى السرقه، ميل الى الخائنه، الخيانه، ميل الى الخداع، كل هذه امراض قلبيه وامراض بدنيه. المثل تاع يعني هنا ضربنا المثل حتى يعني يوجد مثل تاع المعروف المتفق عليه، يعني الحديث تاع يعني الصحابي هذاك اللي كان يرقي بالفاتحه ورقى يعني هذاك سيد الحي الذي لدغته العقرب فاخرج له سم العقرب من بدنه بالفاتحه والبصق على ذلك المكان وين لدغاته العقرب، يعني شفاء حقيقه من كل داء روحانيك في القلب أو بدني. الآن استعملوها لأن الأحاديث كثيرة، يوجد حتى حديث يتكلم على 40 مرة وقراءتها بعد صلاة المغرب 40 مرة، فيها يعني عجيب معجبة. اليوم أنا يعني حبيت برك أذكر أنه يعني الإنسان عندما يكون في يعني في مشاكل، في ضيق، في هم، في مرض لم يزول عليه، يعني استعمل الدواء تاع الطبيب، استعمل يعني نادى الرقاة، طلب من الإخوة في المسجد أن يدعو له بالشفاء إلى آخره، ولم يتحقق الشفاء. هذه يعني هذه الحكمة اللي كنت أريد أن أعطيها لكم. أولا وقبل كل شيء، يعني الإنسان يقرأ 70 مرة الفاتحة
على الماء معدني أو ماء من بئر طاهر أو ماء زمزم أو ماء يعني مطر يعني كنحجروا يعني في كاش إناء أو ماء العادي على كل حال أو على لبن البقر على العسل أو على زيت الزيتون 70 مرة يكون يسبق النية أنه يعني يريد بها يعني العلاج للمرض أو الهم تاعه أو يعني يقصد بها المرض الروحاني الروحاني أو المرض البدني أو المرض الذي هو في قلبه وهو يعلم به يقصد بها ويقرأها 70 مرة ثم عندما ينتهي ينفث على سطح ذاك الماء أو العسل أو زيت الزيتون أو اللبن ويشرب منه 7 أيام 21 يوم أو أكثر إن شاء الله وبإذن الله يزول ذلك الداء أو ذلك المرض الروحاني أو ذلك المرض الذي هو في القلب. طريقة أخرى يعني يستقبل الإنسان القبلة في ويكون على وضوء ويقرأها وهو مستقبلا القبلة 70 مرة وبعدها يدعو لحاجته. ومن الأفضل يفضل أن يكون في خلوة لا يراه أحد عندما يعني يقوم بهذه القراءة 70 مرة يعني متوجها إلى القبلة وعلى وضوء على طهارة. يعني هذه أيضا يعني كاين كثير من الناس استجيب لهم في بعض الأحيان يعني في العجل. وهذه هي الحكمة اللي راح نقولها الآن اللي هي يعني ما شاء الله لأن فيها توقف عند الآية الرابعة فيقرأ الإنسان أولا وقبل كل شيء 3 مرات الفاتحة كاملة بالبسم الله ثم يبدأ في قراءتها 70 مرة ولكن على رأس كل 10 مرات يدعي بدعاء لحاجته المعينة. يقرأ مثلا في يبدأ 10 الأولين في الأولى ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة ثم يرجع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هكذا 10 مرات عندما يعني يقفل 10 إذا كان يريد يعني يبطلسح يبطلعين يعني تخلص من يعني جن أو شيطان يعني لبسه أو سكن في بدنه فليقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا سحرا ولا حسدا. يعني على كل رأس 10 مرات يقرأ هذا الدعاء أو الدعاء اللي يكون هياه لحاجته إذا كان عنده هم أو ضيق أو مشاكل فيدعي بالدعاء بسيط يقول اللهم ربنا إني أسألك أن تفرج علي من الهم هذا الذي أنا فيه من هذه الفتنة التي أنا فيها من يعني ضيق في المعيشة من يعني ظلم يعني تعدى علي يعني هذا الإنسان إلى آخره فيستمر كذلك حتى 70 مرة ويعني هذه قراءة أو يقرأها أيضا على سيل مثل الماء الحليب العسل أو زيت الزيتون ويشرب منه أيضا ويدهن إذا كان بالزيت يستطيع أن يدهن وقراءتها متوجها إلى القبلة هكذا 70 مرة فيها ثانية يعني استجابة لأنها يعني هذه تتوقف كل 10 مرات في الآية الذي يقول الله ولعبدي ما سأل ولعبدي ما طلب يعني وكأنك أنت تتوجه بالحمد ويعني والثناء على الله ثم تعظيم الله ثم تمجيد الله بأسمائه الحسنى ثم تطلب منه وهو في هذه اللحظة يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ما طلب مني لذلك فيها حكمة واستعملوها وجربوها
وإن شاء الله تكون المعجزة الكبرى يعني. وهب على كل داء، حتى على الكانسير، على أمراض عضوية، على إنسان معوق، على سحر، على عين، على كل شيء، على هم، على ضيق، على ابتلاء عظيم إلى آخره. والله يعني مجيب الدعاء، وهو وعدنا فيها بها يعني استجابة الدعاء. هذا ما كنت أريد أن أقوله في هذا الفيديو، وإلى فيديو أخرى إن شاء الله. أقول لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.